الصحفية وفاء عالوري تحقيقا استقصائيا بعنوان أمراض جلدية تسببها المدارس والرقابة غائبة لمناقشة موضوع التحقيق والفرضية التي اعتمدتها والنتائج. أرحب بضيفتي الزميلة وفاء عالوري، أهلا وسهلا بك معنا وفاء. أهلا بك يا زميلة. في البداية وفاء، رح نشوف تقرير، يعني احنا أخذنا بشكل بسيط آراء الشارع الفلسطيني بخصوص يعني حول الموضوع، ورح نرجع نستكمل أنا وياك الحلقة. تمام. أحيانا حتى المحلات الأوائل أو البراطين أو الأشياء زي هيك يمكن يعني مش ضمن المعايير او الموجوده في اسواقنا، يعني يجب ان يكون هناك في رقابه لهذه المحلات، يعني مثل ما يكون في رقابه على الدكاكين والمحلات الخضره وشيء زي هيك، لازم يكون في رقابه كمان على محلات الملابس. يمكن يعني بجوز لانه البلاطين او البلايز في الماده المصنعه، يعني يمكن، بس انا يعني بصراحه لا. دائما الاواعي بحلوا بعدين، مثلا خصوص البيج او الابيض او حسب نوع القماشه، يعني ففي اشياء بتغلب وبس تنغسل يعني تشمر مع الغسيل بتصير اقصر وهيك، فخلص يعني في اشياء بس يدوب لبسه واحده وبالاخر بتنكب، فلازم الواحد قبل ما يشتري يدرس كل هاي المواضيع، خصوصا اذا كان الاشي غالي، فيعني حرام الواحد يحط مصاري على اشي بعدين بالاخر. يشددوا على محلات، في محلات مثلا بيبيعوا اواعي قطنيه بسعر رخيص مهبل الاواعي، يشددوا على المحلات عشان هيك بس. لازم يعني يكون في رقابه، لانه في ناس اول اشي بجيبوا انه بضاعه وبيحكوا انه بيضحكوا على الزباين، بيحكوا لهم هاي بضاعه منيحه وبصير ايش، بالاخر بتكون يعني اشي صيني او ما له علاقه بال او انه ماركه او اشي هيك، وبس بياخذوا مصاري وبيضحكوا على العالم، وبالاخر لبس لبستين وعلى الزباله، او انه اول ما تلبسها بتنزع او اشي هيك، فيعني لو يزيدوا الرقابه شوي على المحلات. يعني بعالم المواطنين احب اكثر من الفكره من الاسعار والماركات والبضاعه الصينيه، لما بدنا نيجي نشتغل تحقيق ونعتمد على فرضيه عشان نثبت اذا هي الفرضيه تطلع صح او مش يعني غلط، ايش الفرضيه اللي اعتمدت فيها او بناء على شو انت اعتمدت الفرضيه؟ وسمعت انه جاي كمان شكاوى كثير عن موضوع الملابس. نعم، يعني بداية خليني أوضح نقطة، إحنا بتلفزيون وطن بنركز على وحدة الصحف الاستقصائية، بنركز على مجموعة من القضايا بشكل دوري اللي بتكون بتهم المجتمع الفلسطيني بشكل عام، واللي تشكل ظاهرة يعاني منها أيضا يعني أفراد المجتمع الفلسطيني. فكرة التحقيق جاءت من خلال عدد من الشكاوى اللي وصلت لوحدة الصحف الاستقصائية في تلفزيون وطن. بعد هاي الشكاوى اللي وصلتنا واللي قابلناها خلال التحقيق شبيهة يعني، فمن هون وضعنا فرضيتنا وهي أمراض جلدية تسببها الملابس والرقبة غائبة. طبعاً أيضاً يعني الموضوع لم يكتفي عند الشارع الفلسطيني، نحن تبعنا هذه الشكاوى، أيضاً حاولنا يعني توجهنا لعدد من الجهات المسؤولة من بينها وزارة الاقتصاد طبعاً وأيضاً وزارة الصحة. أنت كمان توجهتي خلال التحقيق لمحلات ملابس موجودة في مدينتكم وأخذتي عينة عشوائية، شو كانت النتيجة اللي هاي العينة؟ نعم، يعني هاي كانت تجربة ذاتية أنا حاولت أو قمت فيها شخصياً لهدف إنه أتأكد بذاتي إذا كانت هاي الشكاوى فعلاً موجودة، إذا كانت حقيقية أم لا. فطبعاً تكرر الأمر معي مجرد ما لمست قطعة الملابس اللي أنا اخترتها بشكل عشوائي، مجرد ما لمست المياه كان في هناك حلل، فلهذا السبب أيضا توجهت للتجار. التجار للأسف بعضهم حاول يتنصل من الموضوع يحكي إنه المشكلة الرئيسية هي ليست لدينا، المشكلة عند المستوردين اللي هم بيستوردوا هاي القطعة. بعض التجار أيضا يعني عدا السبب في سوء جودة هاي الملابس للمواطن اللي هو بيسترخص القطعة، وهذا بالنهاية مش ذنب المواطن، احنا أصلا يعني شعب فلسطيني الوضع المادي مش كتير، فالمفروض إنه يعني يكون في نوع من شوي رقابة ذاتية عند التجار أنفسهم، يكون في شوي أكثر ضمير، يعني ضميرهم حي يكون الهدف صحة المواطن أولا وأخيرا، أيضا يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة سواء من وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة من أجل ضمان يعني وصول قطعة سليمة ويعني آمنة للاستهلاك بيد المواطن. يعني وفاء فينا نحكي إنه هاي الأعراض هاي الأمراض هاي الحساسية وهاي النتائج اللي وصلت لها ممكن نربطها بسعر القطعة، يعني بنعرف في ملابس سعرها رخيص، ملابس متوسطة وملابس غالية،
جميع الاسعار ولا على نوعيه معينه من الملابس؟ نعم، يعني احنا كان اعتقادنا انه القطع ذات السعر الرخيص هي فقط من تسبب المشاكل، خاصة انه بعض التجار حكوا يعني قطعة 30 شكل، ممكن سمعتوها بالتحقيق، قطعة 30 شكل يعني غسيلها والقماش نفسه بكلف 30، فما بدك تكون تحل. فاحنا كان اعتقادنا انه فقط الملابس ذات السعر الرخيص هي من تسبب الأذى، فلكن للأسف وقت ما راجعنا الخبراء او اللي هم الخبراء صباغة الملابس وصناعة الملابس أكدوا أن هناك يعني ليس فقط الملابس ذات السعر الرخيص هي من تسبب الألة، هناك أيضا بعض القطع من الملابس التي يسعى صانعها يعني لجلب لون جميل على القطعة، فهذا اللون الجميل اللي هو الأسود الفاقع خلينا نحكي لحتى يوصل له صانع القطعة لحتى يوصل هذا اللون، فهو بيستعمل مادة قد تكون مضرة بجلد الإنسان أو بصحة الإنسان. كمان سألتي خلال التحقيق لابد من مسائلة الجهات ذات الاختصاص، أول وأخيرا يعني مين الجهة المسؤولة، مين اللي بتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الموضوع في هذه الظاهرة؟ يعني بالطبع وزارة الاقتصاد كونها هي الجهة الرقابية المسؤولة عن كافة القطاعات الصناعية في الوطن، وزارة الاقتصاد يعني فور توجهنا لهم كان يعني أكدوا أن لم تصلهم أي شكاوى بهذا الخصوص، وفي حال وصولهم أي شكاوى سيقومون بمتابعتها، وخاصة أن هناك يعني فحص الملابس متوفر داخل مختبرات وزارة الصحة، هذا كان الرد الأولي لوزارة الاقتصاد. فيما يعني حين توجهنا لوزارة الصحة مدير دائرة الصحة والبيئة المهندس إبراهيم عطية أكد أنه لا مختبرات لدى وزارة الصحة من أجل فحص هذه الملابس والتأكد من سلامتها للاستخدام. فهنا يعني كانت الإشكالية، عدنا مرة أخرى لوزارة الاقتصاد ورجعناهم أنه هناك تضارب في التصريحات من جهتين مختصتين، فما ردكم؟ فكان رد أن العقلية الرقابية الفلسطينية متمركزة بشكل أساس على الأغذية وعلى جودة الغذاء وسلامة الغذاء وليس على أي منتج آخر. فهنا كانت الإشكالية أنه في مختبرات لكن وزارة الصحة ما بتركز على فحص هاي المنتجات، بتركز على الأغذية لكن المختبرات موجودة، هذا رد وزارة الاقتصاد. كانت ردت فعل انت عملت تحقيق وطلعت بنتيجه واثبتت الفرضيه بانه هاي ظاهره بتمس المواطنين وتابعت المسؤولين والجهات ذات الاختصاص، كانت ردت فعل ايجابيه خاصه انه كمان وزاره الاقتصاد بدات بسحب ملابس في بدايه شهر ايار؟ نعم، يعني خلينا نحكي احنا في وطن احدثنا المياه الراكده نوعا ما في هذا المجال، وزارة الاقتصاد في برنامج يعرض ينتج ويبث تلفزيون الوطن أكدت أنها ستبدأ بسحب عينات من الملابس مطلع هذا الشهر الحالي شهر أيار، طبعا بالتنسيق مع الجمعية الملكية الأردنية، وهذا يؤكد أيضا أن المختبرات المتواجدة هنا ليس لديها الإمكانية لفحص الملابس، لكن بالنهاية ليس هذا المهم، حتى لو لم يكن هناك مختبرات المهم صحة المواطن والمهم سلامة أي قطعة يستعملها المواطن. من هذا الباب من هذا المنطلق وزارة الاقتصاد أعلنت خلال برنامجنا الفلسطيني هذا الأسبوع أنه مطلع شهر أيار هذا الشهر سيبدأون بسحب عينات من الملابس لتأكد من المواد التي تدخل في صناعة وصباغة. يعني طبعا هي ظاهرة ممكن تمسني وتمس أي مواطن موجود، إذا ما نعطي نصيحة أخيرة للمواطنين أنه أوكي في موضوع في تحقيق في فرضية أثبتناها في حساسية في أعراض، نصيحتك؟ يعني نصيحتنا بشكل أساسي هي ثقافة الشكوى، الشكوى عندنا غائبة تماما تقريبا من الشارع الفلسطيني من الشعب الفلسطيني، يعني مجرد ما أنا أستعمل أشتري القطعة وأستعملها وما تناسبني أو تسبب لي حساسية أو تسبب لي أي مشكلة جلدية معينة بحملها وبرميها بحطها يعني على جنب من دون ما أنا لا أراجع التاجر ولا أتوجه لوزارة الاقتصاد ولا أتوجه لأي جهة كانت. فهون إحنا بنأكد على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن لحتى إحنا نتمكن، لأنه هي بمذهب التغذية راجعة أساساً، وزارة الاقتصاد وغيرها لم يعرفوا، حتى لو كان يعني من المفترض أن تكون الرقابة حتى لو لم تتواجد الشكاوى يفترض أن تكون هناك رقابة، لكن يعني أيضاً يجب أن نعزز ثقافة الشكوى بأن يعود المواطن للتاجر ولكل الجهات المسؤولة يخبر ويعلم هذه الجهات بأن هناك مشكلة في أي منتج، ليس فقط ملابس، بكل المنتجات بشكل عام هناك مشكلة واجهتني خلال استخدام هذا المنتج،
من اجل ان يعني يتم خلينا نحكي تعزيز الرقابه ومزيد من الرقابه على اي قطاع كان. اذا يعني اي مواطن بتواجهوا هاي المشكله بانه ما يتردد يقدم شكوى لمركز التقدير راجع مثل ما حكيت اكيد. وبشكرك على مجهودك وبشكرك على تواجدك معنا الزميلة وفاء عروج. شكرا جزيلا لك. شكرا. تشهد أسواق المال محليا وعربيا.